ان شاء الله كمان وجود ايمن اشرف مع عدد من اللاعبين صبر الرحيل واحمد فتحي ودخوله، كل ده بيأمنك كناحيه دفاعيه في مباراه هامه جدا مع فريق الوفاق. لكن محتاج بسرعه اروح لمختار التتش بالجزيره، وهيكون معانا على التليفون زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، نعرف منه انطباعات الجهاز الفني وماذا قال كارتيرون والكابتن محمد يوسف عقب الفوز في المباراه الوديه، لان خلاص اتكلمنا في التشكيله والتغييرات والاهداف، لكن عايزين نعرف يعني انطباعات اللاعبين، انطباعات الجهاز الفني. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير طبعا على استاذ ايهاب الخطيب. زي ما قلت انت محمد، مباراه النهارده يمكن فيها استفادات فنيه كثيره جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني بفتره كارتيرون. النهارده هي يمكن الاستعداد الاخير لفريق النادي الاهلي قبل مباراته، فقط في اللي عندنا ان شاء الله ثقه كبيره في كل لاعبتنا باذن الله ان شاء الله نصعد الى النهائي من الجزائر. النهارده زي ما قلت محمد برضه يمكن مستر باتريس بدأ بتشكيلين مختلفين، الشوط الأول كان 11 لاعب والشوط الثاني 11 لاعب مختلفين تماما من حراسة المرمى حتى يمكن حتى وسط الملعب الباكات، الأمر كان في النهارده متغير بشكل كبير جدا. لكن يمكن الحاجة المميزة واللي اتأكدنا إن الكابتن محمد يوسف النهارده سريعا على مدى استفادات المباراة النهارده إيه، قال يمكن من أهم النهارده مميزات المباراة الاطمئنان على كل اللاعبين العائدين من الإصابة. يمكن كان في بعض القلق النهارده على الجهاز الفني، حذروا اللعيبه اللي راجعه من الاصابه بالذات لو بخص حسام عاشور وعبد الطليه وصلاح محسن على عدم الاحتكاكات. يمكن النهارده طبعا حماس كبير جدا للفريق المصري للبطولات، لكل اللعيبه طبعا اللي بتكون مشاركه في اي مباراه بتخص النادي الاهلي سواء وديه او رسميه بيكون في حماس كبير جدا، وكان واضح النهارده على لعيبه الاطلالات ان هي بتخش في التحام قوي شويه. لكن النهارده كان النادي الاهلي ظهر بشكل رائع، الشوط الاولاني نتيجه 3-0 اللي كان بعيدا عن النتيجه في اداء في تركيز في جديه في حماس شايفينه في تدريبات النادي الاهلي وايضا كمان في المباراه. النهارده مستر باتريس بشكل كبير راضي عن الاداء وقال اهم حاجه النهارده ان احنا اطمنا على عدد كبير جدا من اللعيبه ما بتشاركش، وايضا الاهم هو اللاعبين العائدين من الاصابه ان هم يشاركوا في مباراه او في شوط كامل من المباراه، ده امر كان مهم جدا. وزي ما انت قلت يا محمد مش ناقصه اصابات، وبتمنى حتى في التدريبات القادمه ان شاء الله حتى ميعاد السفر يكون النادي الاهلي ولاعيبته حريصين جدا على الالتحامات، لان ان شاء الله محتاجين كل لاعب في مباراه يفكر في السؤال القادمه. طيب كريم، برضو محتاجين نطمن على استعدادات الفريق للمباراه القادمه امام فريق الوفاق. غدا باذن الله اجازه، لكن خلال الفتره القادمه في تدريبات قبل السفر صباح يوم الاحد القادم، هل لدى الجهاز الفني فكر قبل السفر الى الجزائر وتحديدا الى سطيف اداء تدريبات على ملاعب نجيل صناعي هنا في مصر قبل السفر، ولا الجهاز هيكتفي فقط بالتدريب على النجيل الصناعي اول ما يوصل الجزائر؟ بالفعل يمكن بعقب انتهاء المباراه النهارده غدا باذن الله يكون راحه التقاط بعض الوقت كده للانفاس بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي بتدخل بقى في المرحله النهائيه للاستعدادات، على ما اعتقد بنسبه كبيره محمد ان ممكن يكون في اختيار موفق لمستشفى الكابتن محمد يوسف ان هم يعملوا تدريبه على احد النجيل الصناعي، لان هناك في الجزائر ان شاء الله النادي الاهلي ده اللي احنا يمكن عرفناه من كابتن سمير عدلي المدير الاداري هيكون طبعا سابق البعثه متواجد زي كالعاده، هيتم الاتفاق على تمرينتين تدريبه على الملعب الرئيسي ملعب 8 مايو وهو النجيل الصناعي، وايضا كمان تدريبه قبليه ان شاء الله اليوم او يوم الوصول باذن الله يكون على احد الملاعب ايضا في النجيل الاصلي. زي ما بقول لك يمكن لو مستقبل الكابتن محمد يوسف اخذ هذه الخطوه ان هم يكونوا في القاهره في تدريب صناعي ياخذوا الاحساس بتاع النجيل الصناعي هنا في القاهره هيكون امر مهم جدا، لكن اكيد بنسبه كبيره محمد هيتحدد ان شاء الله عقب الاجازه يوم بعد الاجازه ان شاء الله هيكون في استفسار مع كابتن محمد يوسف لتحديد هذا الامر. لكن زي ما بقول لك الترتيبات كلها يمكن بالنسبه للجزائر كابتن سمير عدلي كابتن محمد يوسف ترتيبات على قدم وساق مع فريقنا هناك في الجزائر ان شاء الله باذن الله محمد زي ما بنقول ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وباذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. كريم احمد مراسلنا من ملعب مختار التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله عقب فوز الاهلي في المباراه الوديه امام المصريه للاتصالات بسداسيه نظيفه والاطمئنان على حاله اللاعبين. زميلي